بين السياسة والعسكر، كانت هي ضد الفساد، علاقات تاريخية وصراع. نجد أن الإنسان الذي يسمى عسكرياً يكون مدرباً على قتل أي شخص، تحكمهم حيناً ويتحكمون بها أحياناً، يؤدي ذلك إلى أخطاء كبيرة وأخطاء سياسية. فمن صعد وكيف؟ ينفقون أموالاً للوصول إلى السلطة. ومن سقط ولماذا؟ وبدأ يشكل نظام عسكري جديد موازي لإبعاد القبيلة. حكم العسكر. لا والله ما حكم عسكري. الاثنين الثالث من كل شهر، 10 مساء بتوقيت القدس، على التلفزيون العربي.